بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع: الولد والصدى. خرج علي ذات يوم إلى الصحراء. خرج فعل ماض، علي فاعل مرفوع، ذات ظرف زمان منصوب، وهو متعلق بخرج. يوم مضاف إليه. إلى الصحراء جار ومجرور متعلق بخرج. وبينما هو يمشي فيها وصل إلى مرج قريب من غابة كثيرة الأشجار. وحرف عت بينما ظرف زمان مضاف في محل نصب وهو متعلق بوصل. هو مبتدأ يمشي، فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والجملة من المبتدأ وخبره في محل جر مضاف إليه، فيها جار ومجرور متعلق بيمشي. وصل فعل وفاعل إلى مرج جار ومجرور متعلق بوصل. قريب نعت من غابة جار ومجرور متعلق بقريب. كثيرة الأشجار نعت لغابة. وفيما هو يلعب في المرج فر من أمامه طير. فصرخ علي ها ها ها. وحرف عطف فيما بمعنى بينما، ظرف زمان وهو متعلق بفر. هو مبتدأ يلعب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والجملة من المبتدأ وخبره في محل جر مضاف إليه، أو تقول في حرف جر ما زائدة. والجملة من المبتدأ وخبره في محل جر، والجار والمجرور متعلق بفر. في المرج جار ومجرور متعلق بيلعب. فر فعل ماض من أمام جار ومجرور متعلق بفر. أمام مضاف هي مضاف إليه. طير فاعل. فحرف عطف صرخ فعل ماض بمعنى نادى. علي فاعل. ها 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 اسم صوت للضحك العالي. المعنى هنا ضحك بشدة وبصوت مرتفع. ها 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 اسم صوت مبني على السكون في محل نصب مفعول به لصرخ. فرجع إليه الصدى في الحال. فحرف عطف رجع فعل إليه جار ومجرور متعلق برجع. الصدى فاعل. في الحال جار ومجرور متعلق برجع. أما علي فعجب من ذلك كثيرا. أما حرف الشرط علي مبتدأ، الفاء حرف واقع في جواب الشرط. عجب فعل ماض خبر المبتدأ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والجملة من المبتدأ وخبره في محل جزم جواب الشرط. من ذلك جار ومجرور متعلق بعجب، كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير عجبا كثيرا، لأنه ما كان يعرف قبل ذلك ما هو الصدى. لحرف الجر أن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم أن. ما نافية كان فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هو. يعرف فعل وفاعل، وجملة يعرف في محل نصب خبر كان، وجملة ما كان يعرف في محل رفع خبر أن. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر، والجار والمجرور متعلق بعجيبة قبل ظرف زمان وهو متعلق بيعرف. ذلك مضاف إليه. ما اسم استفهام مبتدأ أول. هو ضمير منفصل مبتدأ ثاني. الصدى خبر المبتدأ الثاني. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وجملة ما هو الصدى في محل نصب مفعول به ليعرف. وظن أن في الغابة ولدا يصرخ مثل صراخه. وحرف عطف ظن فعل ماض من أفعل القلوب تنصب مفعولين. أن حرف مشبه بالفعل، في الغابة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أن. التقدير وظن أن كائن في الغابة ولدا. ولدا اسم أن منصوب. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد المفعولي ظن. يصرخ فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والجملة الفعلية في محل النصب نعت. التقدير وظن أن في الغابة
ولدا صارخا مثل ظرف مكان أو تقول مثل نعت لمصدر محذوف أي يصرخ صراخا مثل صراخه صراخ مضاف إليه صراخ مضاف والهاء الضمير المتصل مضاف إليه فقال من أنت يا هذا فأجابه الصدى من أنت يا هذا فحرف عطف قال فعل وفاعل من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أنت ضمير منفصل خبر المبتدأ أو تقول من خبر مقدم أنت مبتدأ مؤخر يا حرف نداء هذا منادى وجملة من أنت يا هذا في محل نصب مقول القول فحرف عطف أجاب فعل ماض بمعنى رد له الجواب والهاء ضمير متصل في محل النصب مفعول به أول الصدى فاعل من اسم استفهام مبتدأ أنت ضمير منفصل خبر يا حرف نداء هذا منادى وجملة من أنت يا هذا في محل النصب مفعول به ثان فصرخ علي بأعلى صوته أنت أحمق فحرف عطف صرخ فعل علي فاعل صرخ بمعنى نادى بأعلى جار ومجرور متعلق بصرخ أعلى مضاف صوت مضاف إليه صوت مضاف هي مضاف إليه أنت مبتدأ أحمق خبر وجملة من المبتدأ وخبره في محل النصب مفعول به فأجابه الصدى أنت أحمق فحرف عطف أجاب فعل ماض بمعنى رد له الجواب والهاء ضمير متصل مفعول به أول صدى فاعل أنت مبتدأ أحمق خبر والجملة من المبتدأ وخبره في محل النصب مفعول به ثان لأجاب وعند ذلك اشتد غضب علي وأخذ يسب ويشتم وحرف عطف عند ظرف زمان باشتد ذلك مضاف إليه اشتد فعل غضب فاعل مضاف علي مضاف إليه وحرف عطف أخذ فعل ماض من أفعال الشرع يعمل عمل كان واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع يصب فعل وفاعل وجملة يصب في محل نصب خبر أخذ وحرف عطف يشتم معطوف على يصب وكان الصدى يعيد إليه شتائمه كلمة فكلمة وحرف عطف كان فعل ماض ناقص الصدى اسم كان يعيد فعل مضارع وفعله ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان إليه جار ومجرور متعلق بيعيد شتائم مفعول به مضاف والهاء الضمير المتصل مضاف إليه كلمة حال منصوبة من مفعول به فحرف زائد لتزيين اللفظ كلمة توكيد لوزي وعند ذلك أخذ علي يفتش عن الولد الذي شاتمه وحرف عطف عند ظرف زمان وهو متعلق بأخذ أو يفتش ذلك اسم إشارات في محل جر مضاف إليه أخذ فعل ماض من أفعال الشرع يعمل عمل كان علي اسم أخذ يفتش فعل وفاعل وجملة يفتش في محل نصب خبر أخذ عن الولد جار ومجرور متعلق بيفتش الذي اسم مفصول مبني على السكون في محل جر نعت شاتم فعل وفاعل وجملة شاتم صلة الموصول والهاء ضمير متصل مفعول به والعائد على الاسم المفصول ضمير مستتر في شاتم ولما لم يجده عاد إلى بيته وشكى أمره إلى أبيه وحرف عطف لم ظرف زمان وهو متعلق بعاد لم حرف جزم يجد فعل مضارع مجزوم بلم هو مفعول به عاد فعل وفاعل إلى بيت جار ومجرور متعلق بعاد بيت مضاف هي مضاف إليه وحرف عطف شكى فعل وفاعل أمر مفعول به مضاف هو مضاف إليه إلى أبي جار ومجرور متعلق بشكى أبي مضاف هي مضاف إليه وقال له يا أبي كان ولد مختبئا في الغابة وحرف عطف قال فعل وفاعل له جار ومجرور متعلق بقال وجملة يا أبي كان ولد مختبئا في الغابة في محل نصب مقول القول يا حرف نداء أبي منادى
أبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير يا أبا لي. كان فعل ماض ناقص، ولد اسم كان مختبئا خبر كان لذلك منصوب. في الغابة جار ومجرور متعلق بمختبئا. وحين وصلت إلى القرب منه أخذ يسبني ويشتمني. وحرف عطف حين ظرف زمان وهو متعلق بأخذ أو يسبني. وصلت فعل والتاء فاعل، وجملة وصلت في محل جر مضاف إليه. إلى القرب جار ومجرور متعلق بوصلت. منه جار ومجرور متعلق بالقرب. أخذ فعل ماض من أفعال الشروع يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. يصب فعل وفاعل، والجملة الفعلية يصب في محل نصب خبر أخذ. والنون نون الوقاية يقي الفعل من الكسرة، والياء مفعول به. وحرف عطف يشتمني معطوف على يصبني. فقال أبوه لم تسمع يا ابني سوى صدى كلامك، وأنت الذي بدأت بالشتم. فحرف عطف قال فعل أبو فاعل مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. أبو مضاف هو مضاف إليه. وجملة لم تسمع يا ابني سوى صدى كلامك في محل نصب مقول القول. لم حرف جزم تسمع فعل مضارع مجزوم بلام. يا حرف نداء ابن منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه سوى مفعول به مضاف صدى مضاف إليه. صدى مضاف كلام مضاف إليه. كلام مضاف والكاف مضاف إليه. وحرف عطف أنت ضمير منفصل مبتدأ الذي اسم مفصول خبر المبتدأ. بدأت فعل وفاعل، وجملة بدأت صلة المفصول بالشتم جار ومجرور متعلق ببدأت. فرجع إليك صداه من وسط الغابة. فحرف عطف رجع فعل ماض إليك جار ومجرور متعلق برجع صدى فاعل مضاف هو مضاف إليه. من وسط جار ومجرور متعلق بالفعل رجع وسط مضاف الغابة مضاف إليه. ولا عجب من ذلك فإن من طرق الباب سمع الجواب. وحرف عطف لا حرف للنفي الجنس. عجب اسم لا وخبر لا محذوف تقديره موجود. من ذلك جار ومجرور متعلق بمحذوف أي بموجود. فحرف التعليل إن حرف مشبه بالفعل. من اسم شرط في محل نصب اسم إن. طرق فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو فعل الشرط. الباب مفعول به. سمع فعل ماض فاعله مستتر وهو جواب الشرط. وجملة سمع في محل رفع خبر إن. الجواب مفعول به. بلاء الإنسان من اللسان. بلاء مبتدأ مضاف الإنسان مضاف إليه. من اللسان جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا. وشبه جملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ. والله أعلم بالصواب.